ست النائبة، خيانة وعار. نعم. جلب للنفس العار. خان وطن، خان دم شهيد، خان إجماع أمة بأن هذا الكيان كيان مغتصب، كيان هو العدو الأول بالنسبة لنا، وربما يكون الأخير مع كل الأيادي الممتدة له بالمساعدة. فهو سيظل عدوا، كيانا مغتصبا لأراضينا، لمقدساتنا، لكرامتنا والشرفنا ولدمنا والغير والغيره. هذا الكيان هو كيان مغتصب، وأي حد يتعامل مع الكيان المغتصب لكل هذه المعاني هو خاين، هو جلب لنفسه العار بدرجة أولى. وسعد إبراهيم بهذا العمل أكد كل القضايا اللي كانت اللي اتهم بيها في يوم من الأيام، أكد أنها صحيحة. في بداية الألفية كان تم اتهامه بأنه يعمل ضد مصالح الوطن، أما اتهامه بالتجسس لصالح أمريكا، وأكثر من عمل واتصالاته بالإخوان المسلمين ومحاولاته مع قطر وتركيا، وكل هذه الأيادي العابسة بتدلل على أنه بيلعب دور ضد هذا الوطن واستقراره. حتى عنوان المحاضرة اللي هو بيقولها هو نوع من العبث باستقرار الوطن، وعايز يقول للعالم كله أن مصر فيها اضطرابات، عايز يقول للعالم كله ان مصر غير مستقرة، وبالتالي استثمار تهرب، ما فيش استثمار يبقى موجود، كل الاقتصاد يقع، وكل اللي عايز يحط على مصر يجي. دكتور سمير.